يا مساء الفل، عاملين ايه النهاردة؟ وصفة مكرونة حلوة جدا جدا، نوع من الباستا، باستا تونو. انا بعملها بطريقة مختلفة جدا جدا وحلوة وجميلة، وان شاء الله طعمها يعجبكم. الوصفة دي مش عارفة اذا كان موجود اساسا يعني كده ولا ايه، هتحبوها. بس هي تونة مختلفة تماما عن التونة الايطالي، في كذا نوع من المكرونة دي. مكرونة التونة ممكن تبقى بالصوص طماطم او ممكن من غير صوص، فيلا بينا نشوف طريقة الطبق بتاعي وهقول لكم بقية الانواع. اول حاجة هحتاج عندي نص كيلو مكرونة او كيس مكرونة قلم بالشكل ده او اي نوع مكرونة تحبيه. عندي علبة تونة، انا بفضل النوع ده، نوع رايو، حلو جدا جدا جدا، ماركة معروفة وجميلة جدا. وعندي بنة وملح وفلفل اسمر، وطبعا عندي واحدة ليمونة معصورة. اول حاجة هعملها ان انا هسلق المكرونة عادي، سلق المكرونة اللي انتي بتسلقيه، تمام. وبعدين هنعمل الصوص بتاعها. الصوص بتاعها سهل جدا جدا، تمام. في طاسة سخنة على النار هحط زيت زيتون معلقتين، وهنزل عليه بالليمونة المعصورة. وكمان هفضي علبة التونة. الطريقة الإيطالية بتحطي بعد الليمونة المعصورة بتحطي بصلة وبتقلبيها شوية، وبعدين تحطي التونة وخلاص كده، وبتقلبي المكرونة بتاعتك. أما أنا هنا حطيت الملح والفلفل، وكمان هحط علبة البنة. الصوص بتاعي مختلف تماما عن الطريقة التانية لأن ما بحبش البصل، أنا حطيت البنة واحط عليها ملح وفلفل اسمر، وكمان احط بيكانتي. عايزاها بالطريقه الاصليه اللي هي الايطاليه، هتعمليها يا اما هتحطي بصله وزيت زي ما انا حطيت في الاول والليمون، وبعدين هتحطي التونه ومعاها صلصه طماطم لو عايزه، من غير صلصه طماطم لو مش عايزاها بطماطم بتحطي المكرونه عادي. اما انا بقى مش حاطه صلصه طماطم ولا حتى بصل، انا حطيت علبه بنه. الطريقه دي انا بحبها جدا جدا، وكمان دي بتفكرني باللي هي الوايت صوص اللي بتتعمل بالفراخ. دي كمان مكرونة وايت صوص بس بالتونة، حلوة قوي وطعمها لذيذ جدا. انا دلوقتي كنت بشيل معلقتين كده عشان بحب ابني بحب اكله، بما انه دلوقتي بقى سنة وكده، فبحب اعمل اي اكل اشيل منه قبل ما احط الحراق. دلوقتي بحط البيكانتي وكده، خلاص الصوص بتاعي اول ما هيغلي معايا خلاص هقلبه وهقدمه، واحط عليه طبعا الفورماجو. الفورماجو ده للبنات اللي مش في ايطاليا، ده جبنة مبشورة، اي نوع جبنة عندك سواء موتزاريلا او جبنة رومي لو انت كده، ولو انت في مكان متوفر فيه جبنة جرانا والبارميجان اللي هي البارميزان، فانتي حطيها بتبقى حلوة قوي قوي على المكرونة. وخلاص كده الطبق بتاعي سهل جدا ولذيذ ويعجبكم. انا بقلب دلوقتي الصوص بتاعي، مش هسيبه على النار كتير، هو اول ما يغلي غلوة هحط عليه المكرونة وهقدمه بالطريقة العادية خالص، وكده معايا احلى طبق مكرونة. طبعا لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك.